السلام عليكم. في وقت من الأوقات بنحس بشعور مزعج كده، زي ما تقول خنقة كده، من غير ما يحصل حاجة، من غير موقف يضايقك، من غير أي حاجة، هي كده بتيجي وحدها. وبنلاقي اليوم من أوله لآخره لا يطاق، مفيش حاجة ماشية صح. تصحى من النوم تاخد اليوم كله تسويف، لا مذاكرة ولا بتاع، وحتى ما بتعملش حاجة مفيدة. وكمان الأيام دي بتكون مهمة جدا لبعض الناس، ففي ناس بيحصل معها ده في الوقت اللي لازم تجيب فيه آخرها، وقت الامتحانات، فبتاخد اليوم كله مش بيعمل أي حاجة، يلعب على التليفون أو قاعد ما بيعملش أي حاجة في أي حاجة. من جواه ضميره عمال يقول له قوم، اللي بتعمله ده غلط، أنت المفروض تقعد على كتابك دلوقتي وتذاكر. ولكن من الناحية التانية نفسه، انتوا عارفين كلكم ان النفس اماره بالسوء، بتقول له فكك يا عم، عادي، ما جتش على ساعه ولا ساعتين، انت تعبت ولازم تستريح شويه، وهو لا تعب ولا عمل اي حاجه. واليوم بيقعد زي كده لغايه اخر الليل، وطبعا في الوقت ده بيقول لا خلاص انا كده لازم اذاكر، يروح يقعد على الكتاب عشان يذاكر وما يعرفش يعمل اي حاجه. ليه؟ عشان جسمه عايز ينام. طيب هل حصل معاك الموقف ده؟ طيب ولو حصل، هل سألت نفسك مرة ليه الكلام ده بيحصل معايا؟ ليه بيحصل معايا كده؟ طيب لو ما حصلش معاك ده، هل في مرة رحت درس أيام الدروس والسناتر وكنت مذاكر، كان في امتحان مثلا وكنت مذاكر للدرس اللي هتمتحن فيه ده كويس جدا جدا جدا، ورحت معرفتش تحل أي حاجة؟ هل حصل معاك ده؟ لو حصل معاك اي موقف من دول، طرطق ودنك كده معايا ويلا بينا نعرف الموضوع ده. اولا يا صديقي، حابب اقولك انك مش بتوصل الحاجة اللي انت عايزها دي بتعبك، لا، بكرم ربنا، كرم ربنا الاول ومن ثم تعبك. ففي مصطلح اسمه التوفيق، بتسمع المصطلح ده كتير في حياتك وانت عارفه كويس. طيب لو سألتك دلوقتي ايه اسباب التوفيق وايه اسباب عدم التوفيق، هتقول لي ده سؤال بديهي يا عم احمد، التوفيق بيجي لما نقرب من ربنا وبيروح لما نبعد. هقول لك طب ما انت عارف اهو، ليه بقى بتعمل ذنوب؟ ليه بقى مكتر في الذنوب ورغم ان انت عارف انك بعد الذنب ده هتطلع خسران؟ ليه بتحسد واحد صاحبك انه جاب درجة اكتر منك؟ ليه بتنمي على صاحبتك انتوا صاحبتك التانيين؟ ليه طول اليوم عمال تبص على دي وتبص على ده؟ ليه شهواتكم غلبتكم؟ ليه كل اليوم عمال تضيع في وقتك على التليفون، عمال تبص على ده وتبص على دي وتقول هي الناس دي ناجحة ازاي؟ امال انا اشمعنى مش ناجح النجاح ده كله؟ اشمعنى هما ناجحين وانا قاعد مش بعمل اي حاجه؟ بتبص على الناس من ناحيتك انت وما شفتش الناحيه التانيه، وزي ما في شرق في غرب. فانا عايز اقولك انك عارف الطريق الصح كويس جدا، وعارف انك المفروض تعمل ايه، بس انت بتتظاهر انك مش عارف ومستني حد يقولك لا ده صح، وانت عارف انه غلط، بس صدقني مش هتلاقي. فحب اقولك اعمل اللي المفروض تعمله عشان انت عارف الصح كويس وبس كده.